حبيت اشترك في النادي الاهلي لكذا سبب. زي ما قلنا نادي ليه اسمه وبينتقل اعضاء بتوعه، وليه فرع التجمع بالذات، لان انا دلوقتي بقيت يعني ساكن في التجمع، فحابب اشترك في نادي يكون قريب من بيتي. يعني انا حاسس ان طبعا هيبقى افضل نادي وافضل فرع، المساحة الكبيرة، أكيد كل السلبيات اللي كانت في الفروع الأخرى هيحاول النادي هيتلافاها طبعا، وقربه من العاصمة الإدارية والتجمع المستوى هيبقى مختلف تماما. يعني نتمنى ذلك يعني ان شاء الله. يعني اول حاجه هو النادي الاهلي مش محتاجين نتكلم قد ايه هو نادي كبير وقد ايه هو نادي محترم، واي حد يتمنى ان يكون موجود في النادي الاهلي ويكون عضو فيه. كمان الفرع اللي في التجمع هنا ان شاء الله ساكن في التجمع، فهو حاجه مناسبه ليا جدا يعني. وفي نفس الوقت المساحه بتاعته كبيره جدا، بيقولوا 88 فدان، فده حتى مباشر ان يكون في حاجات كتير كويسه. والواحد اللي بيبقى مثلا رياضي او مهتم بالرياضه او مهتم ان يكون اهله موجودين في مكان كويس، يعني مش هيفكر في مكان غير النادي الاهلي يعني. انا شفت البلان حتى اللي موجود في لوحه الاعلانات موجود هنا عند حضراتكم. النادي كان بيتكلم ان فيها بقى حوالي 3 أو 4 بيسين، غير التراك، غير الملاعب الكوره والتراك بتاع العاب القوه، ده غير صاله الجمباز والمبنى الاجتماعي. فانا شايف ان شاء الله يبقى حاجه كويسه جدا يعني. بغض النظر عن ان انا مشترك في كذا نادي، بس طول الواحد عمره طموحه انه يشترك في النادي الاهلي. يعني احنا الاهلي عايش جوانا، فاول ما لقينا الفرصه واتفتح الاشتراكات في نادي التجمع، خاصه ان احنا في الاريا دي، بس حبينا ان احنا نشترك. كنا من اوائل الناس يعني اللي ودينا ورقنا. متهيالي انه هيبقى على مساحه 50 فدان، متهيالي انه هيبقى من اكبر النوادي في مصر، غير ان اسم النادي الاهلي كفايه يعني. اولا النادي الاهلي غني عن التعريف، كل المصريين بيحبوا النادي الاهلي، احنا كلنا اتولدنا واحنا بنحب النادي الاهلي، ولادي بيحبوا النادي الاهلي جدا، كل الاسره بتحب النادي الاهلي، بنتابع. الظروف ربما ما سمحتش من زمان ان احنا نشترك في نادي، اشتركنا في نوادي تانية، لكن لما لقينا ان في فرصه النادي الاهلي عمل في موقع حقيقي استراتيجي موفق في مكان ممتاز زي دوت، لقينا ان دي فرصه بصراحه صعب بتعوضها. يعني ان انت تلاقي نادي بهذا الحجم، وبعدين عندنا ثقه، انا بحب الكابتن بيبو يعني من العمر كله يعني. فقلنا ان شاء الله يكون في امل كبير ان انتوا تعملوا حاجه وتحققوا الاهداف، ونكون احنا جزء من الاسره الجميله اللي شرفت مصر على مدار سنوات من عمري كله. انا 50 سنه بشجع النادي الاهلي وبحب النادي الاهلي بمنتهى الصراحه. انا ليا بيت هناك قريب، وربما هتبقى فرصه، هيبقى المكان اوسع والمكان اجمل ومعمول بنظام اداري محترم جدا، واحنا بنثق في الاداره اللي موجوده، وعندنا ثقه ان ربنا ان شاء الله هيوفقهم بنيتهم الطيبه وهيحققوا الاهداف. ففرصه لا تعوض ان انا اكون جنب اعرق نادي في مصر، واكون ادي فرصه لاولادي والاحفادي ان هم يلتحقوا بالاسره الجميله ديت. احنا بنقدم طبعا فرع التجمع، الفرع الجديد بتاع النادي الاهلي. حاجه بسيطه قوي ردا على سؤالك، ان مفيش نادي في مصر زي النادي الاهلي. يعني هو نادي القرن، نادي المبادئ، نادي القيم، كل حاجه متوفره في النادي، بالداتا والخبره القديمه اللي احنا نسمعها. احنا اعضاء في انديه ثانيه بس ما شفناش نفس اللي موجود في النادي الاهلي، بمبادئه، بقيمه، باخلاق اعضائه، باخلاق ادارته، وبانشاءاته. مؤسسه كبيره عريقه. يتمنى، لا يعني الانسان يتمنى، اي انسان في مصر بيتهيألي يتمنى انه ينضم للنادي الاهلي حتى لو كان غير بيشجع النادي الاهلي.